الحوائج. طيب خلينا نسمع طوالي منك أخوانيات. قول لنا وصف الأخوانيات. أخوي الخط ليمي حان الزمان جنلي ببدع فيه بقولي وخواطر فني يحفظ المولى والدل النظم ما بتني وين ما خدت حرم ما بخيب ظن. أخوي وأب جناية وضلك عن جل حر سريع ليضيف وما النوع اللي بيك انجر قولي يا كافي كان صر الجبيل للشر ما بتفوت وكان نطط وانتفر قولي عليه ناقص كل ما عبيه سمح أخلاقه والخواه ما بعابيه والده بيحمد الرب انه جابه صبيه بار والدته ثم معاها بار لأبيه أخوي الديم اللي حوجة رفاق تنقضي غرضك كالفرد أكد بقضي بقضي إن احتجت في يوم لحوايجك تقضي بقول لك خير وزين واعتبر أمرك مقضي أخوي ورفيق أخوة ماها أخوة قد وبيني وبين كيف سابع السما من شر أخوي سبب الكريم لضيقة المضطر للعداه يوما في من المفر في نطق الحكم للهاج بيصبح فدرك واعي وحر كم كم للتصيح الرك فداك عزيزتك ان جاك الهلاك تدرك وما بكتب حرف الا لما احس بقدرك من اصلاب رجال ندر من الجي عزلت ما سمعوا بك اللخو في مصيبه خزلت جهدك في البخاوي كت ليه وبذلت للعادان زلزال تقرب زلزلت قسم بي الله عاجبني وتحقه كلامي وما بتوفيك غافياتي وحروف اقلامي يا كسراج منير إن زاد علي ظلامي في ذاك الروح والمال والنفيس غلامي فيه صفات عجيبة ثم نادر نوع يفك الضيمة قبال تحكي لي موضوعة أخوي فارس فراس تلبي الحق مفزوعة صفات فيه ما بتوصف مربوعة ود عباس أخويا وكوم عازل براه يات من خاو عزيه بعز معاه انتو البيكم الغنى والسمح ببداه والراجل مصمم للرجال تسعاه أخوي النظم فيه بجيبه زين وواسو فعله السر كالضاب بعقب العاسو أخوي عرض الرجال لا دار يوم لا كاس والما عنده زين عند دنق الراسو مصيبة أخواني يا همصيب تهل لازماني أقف قدامه بالمال والضراع بساني إن قصرت من واجب الأخو الخواني لا هرجال لا بتخاوى ليزول تاني إن قصرت من واجب الأخو الخواني لا هرجال لا بتخاوى ليزول تاني يا سلام ما قصرت معه الله يكرمك يا أخي.